بيت الاحلام بالنسبه لك ايه؟ انا بالنسبه لي يعني هم قالوا بحر فانا اتضايقت ان هم قالوا قبل ما انا اقول. انت عايز تكوني جنبنا عادي ده حلم يعني. انا عايزه بيتي يكون على البحر بس مش اي بحر، يعني انا بحب الاماكن اللي هي زي دهب او في سينا عموما، الحتت اللي هي مش متكلفه كده والواحد يقدر ينزل باي لبس براحته، لابس بيجاما ينزل، مش لازم انزل شكلي مهندم الناس كلها براحتها. بيت هادي في حته في سينا كده على البحر. الجونه مثلا؟ الجونه بحبها بس برضو بحس ان هي فيها سن التكلف، الناس بتبقى وهي هناك عايزه برضو تنزل متشيكه، انا مش عايزه ننزل متشيكين، عايزه بيتي يكون في حته ننزل براحتي اصحى انزل كل الناس تبقى صاحيه نازله. زي يفرق معاكي كبير ولا صغير؟ لا ما يفرقش معايا البيت كله كبير ولا صغير، بس اوضتي تبقى كبيره عشان لبسي كتير. بس البيت عادي. مصطفى؟ لا انا زي عمرو يعني اجيبكم معايا دي الاوضه انا بيت الاحلام. بس انا عايز زيه بالظبط، بس انا عايز اسانسير. انت ليه اسانسير في حلمك؟ الدور الثالث ده فعلا محتاج اسانسير يا عمرو. واحنا بنكبر مش بنقدر. يعني انت عايز شقه اوضتين وصاله او ثلاث اوض وصاله وبلكونه؟ البلكونه الكبيره قوي دي اللي هي مليانه زرع. ايوه. وبس لو هجيب ناموس مش مهم، مش عايز زرع. البلكونه دي في مكان هادي ومحدش يبقى معاه عنوان بس. تعليق طالع واحد. لا لا انا بحب افصل كده ف عزله. لو في الاحمد ده حلم. حلم. سيبوني حلم حضرتك. لا يعني انت عايز شقه ببلكونه بس متطرفه. بعيد قوي بقى. بعيد. نواحي ايه؟ ممكن مصر الجديده حلوه برضو. انا بس مش بعيد. مش بعيده دي، تمام يعني في قلب المدينه يعني. ممكن متطرفه في مصر الجديده. عنده مشاكل في شبرا تعرف. ماشي. نور؟ بيت احلام انا مش فارقه معايا فين، بس انا لما حضرتك بتقولي بيت احلامي فارقه معايا يبقى فيه اطفال كتير، عايز يبقى فيه اطفال. وعايز يبقى فيه جرامافون، انا بحب قوي الجرامافون قوي الجديده يعني. وخشب، عايز كله خشب وتلفزيون ومكتب، مش عايز حاجه تانية. مش فارقه فين، مكان هادي، بس اهم حاجه العيال والجرامافون. جزء من سكريبت كده تحسك بتوصف مشهد يعني. انا عايش في مشهد. طب ما تاخذنيش بقى في الحلم، الجراموفون بمزيكا ايه بقى؟ هقولك بقى، هقول لحضرتك. انا بسمع كل حاجه، بس انا اكتر حاجه بحب اسمعها طول الوقت، مش عايز ابان قديم، بس انا بحب عبد الحليم. فاتت جنبنا، عارفه ايه الحاجات دي. احب اسمع عبد الحليم، اروح اسمع شويه راب جديد، ارجع اسمع عبد الحليم. حد فيكم قال مزيكا؟ حد فيكم كان عنده الحس المرهف ده؟ انا صوت البحر. فنانين صوت البحر عندي. لا اول ما نقعد على البحر كلنا هنشغل مزيكا قدامنا كده كده. لا انا احب المزيكا. سول؟ انا احب اسكن في المعادي، بس يعني عارفه الفيلل القديمه اللي هي في المعادي، في سرات المعادي. اللي هي مالها الصحاب ديت، شكلها حلو كده. لما تعدي تقول انا نفسي اسكن في بيت من دول بالظبط. بس لو البحر بقى قريب من المعادي كمان يبقى على النيل. على النيل. كورنيش براحتك. المشكله محدش بيوصل، يعني مش هتعرف نوصل للمعادي يعني. مش هتعرف نوصل للبيت. براحتك يا فندم. ما بقى بيت الاحلام. انا معظم الفيلا اللي في المعادي دي كل ما اتمنى اسكن في واحده تطلع سفاره. سفارات كلهم.